لو انت من الناس اللي متخيلين ان امريكا اتهزمت في فيتنام مرة واحدة بس، يبقى انت فعلا محتاج تشوف الحلقة دي. الهزيمة الاولى حصلت لما فرنسا اللي كانت فيتنام واحدة من مستعمراتها في اسيا، خسرت اخر معاركها في ديان بيان فو سنة 1954، رغم الدعم الساخي اللي قدمته امريكا للمجهود الحرب الفرنسي. بس المقاومة الشعبية ذات التوجهات الشيوعية انتصرت عليهم معا، علشان ترحل القوات الفرنسية للأبد ويحل محلها نظام قومي شيوعي فيتنامي. دي كانت أول هزيمة. الهزيمة التانية هنتكلم عنها في الحلقة دي، بس خلونا أولا نرحب بمشتركينا الكرام وندعوك لو معدي بالصدفة ودي أول حلقة تشوفها عندنا تشترك في القناة وتفعل علامة الجرس علشان نشوفك تاني. بعد رحيل الفرنسيين عن الهند الصينية الفرنسية اللي هي مستعمراتهم في جنوب شرق آسيا اللي كانت بتضم فيتنام الحالية، انعقد مؤتمر دولي للسلام، والمؤتمر ده انتهى بتقسيم فيتنام بشكل مؤقت إلى شمال وجنوب، وتقرر إجراء انتخابات عامة في القسمين سنة 1956. أمريكا حست إن الشيوعيين هيحققوا الانتصار في الشطر الشمالي بالتأكيد لو اتعملت انتخابات، وقررت إنها تعطل الانتخابات دي بأي شكل. هو تشي مين زعيم فيتنام الشمالية كان راجل عسكري سياسي من العيار التقيل، عاش فترة في حياته في فرنسا وتلقى تدريبه العسكري في موسكو، وكان بالنسبة للفيتناميين بطل شعبي. بس أمريكا كانت شايفاه أداة في إيد الكتلة الشيوعية في الصين والاتحاد السوفيتي. وهو الحقيقة أكد الكلام ده لما ابتدى يطبق خطة للإصلاح الزراعي تضمنت ملاحقة كبار ملاك الأراضي وتجريدهم من ثرواتهم ورميهم في السجون. والسياسة القاسية دي أدت لهجرة حوالي 1,000,000 شخص من فيتنام الشمالية لفيتنام الجنوبية حوالي سنة 1955. الهجرة دي ما كانتش عفوية قوي، لأن عملاء المخابرات الأمريكية كانوا بيشجعوها. في الفترة دي أمريكا عينت في فيتنام الجنوبية رئيس اسمه نو دين زيام، وده كان راجل مستبد متوحش ما بيستحملش أي مظهر للمعارضة. سنة 1960 شكل الشيوعيين في الشمال جبهة التحرير الوطنية اللي اشتهرت باللقب اللي أطلقوا عليها أعدائها، الفييت كونغ. هدف الحركة دي كان محاربة نو دين زيام وتوحيد شطري فيتنام. طبعا الخطة دي أخدت تأييد وتشجيع من الاتحاد السوفيتي. سنتها ألقى الزعيم السوفيتي نيكيتا خورتشوف خطاب قال فيه إن الشعب الفيتنامي كالأسد الذي يزأر، وإن صوته سيظل مسموعا، وهتف ضد الاستعباد الاستعماري وأقسم بأغلظ الأيمانات إنه هيدفن الإمبريالية والاستبداد. بعد الخطاب ده بأسبوعين طلع رئيس الأمريكي جون كينيدي ألقى خطاب قال فيه إن الدنيا كلها لازم تعرف إن أمريكا ستواجه أي صعب وتتحمل أي عبء وتدعم أي صديق وتعادي أي عدو لتضمن بقاء ونجاح الحرية. الأخ كينيدي في الوقت ده كان داخل على انتخابات، وكان لسه خارج من كارثة إنزال خليج الخنازير في كوبا، وكان محتاج يعمل أي استعراض قوة. وفي نفس الوقت أمريكا ما كانتش عايزة الشيوعية تتمدد في آسيا وتبلع دول مهمة زي الهند مثلاً. أمريكا بعتت قوات خاصة من الجيش الأمريكي تدرب جيش فيتنام الجنوبي على مكافحة التمرد. القوات دي كانت بتواجه المتمردين الشيوعيين اللي كانوا بيقتلوا في مؤيدي نظام الرئيس زيام. في صيف 1963 دبرت مجموعة من جنرالات الجيش في فيتنام الجنوبية انقلاب ضد زيام، وحاولوا يحصلوا على تأييد من واشنطن اللي رفضت دعمهم، بس في نفس الوقت ما عملتش أي خطوة لمنع الانقلاب. وبعد 3 أسابيع من إسقاط زيام وقتله هو وأخوه على إيد الجيش، أغتيل الرئيس الأمريكي جون كينيدي. وجي الرئيس الأمريكي الجديد ليندون جونسون اللي قال إن أمريكا هتبني مجتمع جديد في فيتنام ما فيهوش مكان للخوف أو الفقر أو الكراهية. بس بعد 2 أو 3 شهور وبناء على أكذوبة إن في طيارات فيتنامية شمالية هجمت السفينة الأمريكية مادوكس في خليج تونكين، استصدر جونسون من الكونغرس
ما عرف بقرار خليج تونكن. القرار ده يسمح له بشن حرب شاملة في فيتنام وإرسال 184 ألف جندي إلى هناك، وده كان الإعلان الرسمي عن تورط أمريكا فيما عرف تاريخياً باسم متلازمة فيتنام. في فبراير 1965 استقبلت هانوي عاصمة فيتنام الشمالية وقتها رئيس الوزراء السوفيتي أليكسي كوسيجين، اللي وعد خلال زيارته بزيادة المساعدات العسكرية للفيتناميين الشماليين. وقبل ما كوسيجين يرجع بلده نفذ الفيت كونغ هجوم على قاعدة جوية وقتلوا 8 أمريكان وأصابوا حوالي 100 تانيين. ورد جونسون ببدء عملية الرعد الهادر، وهي العملية الجوية اللي استهدفت فيتنام الشمالية لمدة حوالي 3 سنين بهدف إجبارها على وقف الدعم للتمرد الشيوعي في الجنوب وتدمير البنية التحتية والطرق والدفاعات الجوية لفيتنام الشمالية من غير ما تضطر أمريكا لإنزال جنود على الأرض. بس نظرا للدعم الكبير اللي كانت بتتلقاه فيتنام الشمالية من حلفائها الشيوعيين في الاتحاد السوفيتي والصين وكوريا الشمالية، ما قدرتش أمريكا تكسر إرادتها ولا تجبرها على وقف دعمها للفيت كونغ. ومع ذلك تحولت عملية الرعد الهادر إلى أكبر عملية جوية شهدتها الحرب الباردة. ونظرا لخسائر الأمريكان من الطائرات الحربية، تعتبر برضو عملية الرعد الهادر أكبر كابوس شافته القوات الجوية الأمريكية منذ قصفها الجوي لألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية. وعرفت الإدارة الأمريكية إنها قدام اختيار من اتنين، إما إنها تفقد فيتنام الجنوبية لصالح الشيوعيين أو إنها تحافظ عليها، بس ده هيبقى تمن الحرب الشاملة. أمريكا قررت إنها تبقى حرب شاملة، وبدأ أول إنزال لقوات أمريكية برية في دانانج في مارس 1965. الجنود الأمريكان نزلوا فيتنام وفي خيالهم ذكريات انتصاراتهم في الحرب العالمية الثانية، وفاهمين إن مجرد ظهور اسم الجيش الأمريكي في ساحة المعركة هيرعب العدو. ردا على الإنزال ده، وقبل مرور شهر واحد نجحت عناصر من الفيت كونغ في نسف السفارة الأمريكية في سايغون عاصمة فيتنام الجنوبية. قام جونسون رد بإرسال المزيد من القوات الأمريكية بعد ما كانوا 75 ألف جندي بقوا 125 ألف. وفي المقابل كانت فيتنام الشمالية بتبعت قوات لدعم المجهود الحربي في الجنوب. المسألة قلبت لحرب مباشرة ومفتوحة، وحصلت أول مواجهة كبرى بين الأمريكان وبين الشيوعيين في معركة وادي لادرانج في منطقة الجبال الوسطى لفيتنام. الأمريكان هم اللي سيطروا على لادرانج في النهاية، ويعتبروا تكتيكيا منتصرين في المعركة دي رغم خسائرهم اللي تجاوزت 300 جندي أمريكي وحوالي 2000 من الفيتناميين الجنوبيين اللي كانوا في صفهم. بس العدد ده من القتلى في صفوف الأمريكان حسس الفيت كونغ إنهم كسبوا المعركة، وكسبوا معها ثقة أكبر في إمكانية انتصارهم على الأمريكان وكسرهم باستخدام تكتيكات حروب العصابات. جنرالات أمريكا فكروا إن الحل الوحيد اللي ممكن يعدل الحرب دي هو اجتياح فيتنام الشمالية، لأن هي اللي بتقدم مساعدات للمتمردين في الجنوب. ده فعلاً الحل المناسب، بس لو أمريكا عملت كده، لو غزت فيتنام الشمالية هتلاقي نفسها في حرب مفتوحة مع الصين والاتحاد السوفيتي، وممكن الحرب دي تبقى حرب نووية كمان. في بداية سنة 1967 أمريكا استخدمت قاذفتها الاستراتيجية الثقيلة B-52 في قصف قوات فيتنام الشمالية اللي كانت معسكرة قريب من العاصمة الفيتنامية الجنوبية سايغون في محاولة لإخلاء المنطقة من الفيت كونغ. بس القصف كان وحشي وكان ضحايا من المدنيين كتير، لدرجة إنه أثار مشاعر مناهضة لحرب فيتنام جوه أمريكا، وبدأت الدعوات لوقف الحرب اللي كانت أول حرب تتنقل مشاهدها بالبث المباشر على التلفزيونات. سنة 1968 الشيوعيين في الشمال جهزوا قواتهم بمساعدة السكان المحليين اللي كانوا بيتسطروا على الفيت كونغ وبيخبوهم وبينقلوا سلاحهم. وبعد التجهيزات دي
الشيوعيين عملوا هجوم كاسح بشكل لم يتوقعه الأمريكان. الجيش الأمريكي الرهيب اتهزق، والقيادات السياسية في أمريكا بدأت في معارضة الحرب صراحة، وجونسون اضطر يغير وزير الدفاع روبرت ماكنامارا، وجي وزير الدفاع الجديد كلارك كليفورد اللي اكتشف ان القوات الامريكية ما عندهاش خطة اساسا لكسب الحرب في فيتنام، وان اللي بيحصل ده عبث تماما. الامريكان كانت كل استراتيجيتهم انهم يتمسكوا بالارض اطول فترة ممكنة على امل ان العدو يزهق ويفقد الامل. جونسون توكل على الله وعرض التفاوض من اجل السلام، وفي نفس الخطاب اعلن انه مش هيترشح لفترة رئاسة تانية، وخيرا فعل لانه كان كده كده هيخسر بعد ما حرب فيتنام نزلت شعبيته في الارض. اول جولة للمفاوضات اتعملت في باريس في مايو 1968 وفشلت، لان الفيتناميين الشماليين كانوا مصرين على فرض سيطرتهم على كامل الاراضي الفيتنامية، وواشنطن ما كانتش مستعدة تتخلى عن الجنوب. وراح جونسون وجي الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون، وكانت سياسته في الحرب دي تحمل عنوان الفتنمة، والفتنمة هي المصطلح الشيك بتاع الخروج من الحرب، ومعناه تسليم كل المسؤوليات العسكرية اللي بتقوم بيها القوات الأمريكية في فيتنام للفيتناميين، نفس اللي حصل بعد كده في العراق وفي أفغانستان. المهم، سنة 1973 عقدت أمريكا اتفاقية مع الفيتناميين الشماليين تتضمن وقف إطلاق النار الفوري مقابل انسحاب القوات الأمريكية من فيتنام خلال 60 يوم، وأعلنت واشنطن نجاح عملية الفتنمة تماما، وبدأت بالفعل في انسحابها التدريجي. أظن واضح أن مسألة الفتنمة والمفاوضات اللي حصلت في باريس وخلافه لم يكن الهدف منها غير أن أمريكا تنسحب من فيتنام بأي ثمن. وبعد أقل من سنتين من الانسحاب الأمريكي سقطت فيتنام الجنوبية بالكامل في قبضة الفيتناميين الشماليين الشيوعيين، وبكده خسرت الولايات المتحدة فيتنام عسكريا بسبب الدعم السوفيتي للشيوعيين في الشمال وللمتمردين في الجنوب، وسياسيا لما فشلت في منع سقوط فيتنام الجنوبية في إيد الشيوعيين، على الرغم من الحرب اللي استمرت ما يقرب من 20 سنة وهزمت فيها أمريكا هزيمتها التانية. لو عجبتك الحلقة دي دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل علامة الجرس لو لسه ما عملتش كده، ونشوفكوا الحلقة الجاية.